إذا المحاولات عربية وربما دولية لإعادة تدوير نظام الأسد، لأجل ذلك ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد. أستاذ زياد، مرحبا بكم. الاتحاد البرلماني العربي شكل وفدا لزيارة النظام السوري من أجل تقديم المساعدة والمساندة له تحت عنوان مواجهة تداعيات الزلزال. كيف قرأتم هذه الزيارة وكيف قرأتم أيضا التوقيت؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه الزيارة نحن كشعب سوري نقول أنها لمواجهة تداعيات الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد بحق شعبه، وهي ليست لمواجهة تداعيات الزلزال. فالجميع يعلم أن متضرري الزلزال لم يحسبهم الأسد عندما أعلن في خطابه عن تداعيات الزلزال التي أصابت الشمال السوري، وبشكل أخص وبشكل أدق أصابت المناطق التي هي خارج سيطرته. وبالتالي هذه الزيارة مرفوضة من قبلنا نحن الشعب السوري، وهي عبارة عن يعني خطوة لإعادة النظام السوري. وأصلا رئيس مجلس النواب العراقي في انتهاء دورة الاتحاد البرلمانيين العرب قال إنه يريد إعادة سوريا إلى دورها الطبيعي ولتأخذ مكانها ضمن الجامعة العربية. فهذه عبارة عن يعني محاولة لاستخدام مصطلحات تداعيات الزلزال من أجل العودة نظام دمشق إلى الجامعة العربية. هذه الزيارة مرفوضة من قبل الشعب السوري ولا تعبر عن أستاذ زياد. في هذا المفصل، في هذا الإطار، أنتم تطرقتم في ذلك ولكن لابد من الوقوف عندها. يعني ما مصلحة الدول العربية في إعادة تأهيل الأسد بعد 12 عاما من القمع والمجازر ضد الشعب السوري؟ ما مصلحتها من وراء ذلك؟ عزيزي، يعني لو يعني بنظرة سريعة إلى تصرفات الدول العربية حول هذا الأمر، هذه الدول لا يمكن أن تخطو هذه الخطوة لولا لم تجد هنالك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية و يعني حلفائها. هم يريدون إعادة تأهيل النظام و يحاولون قدر الإمكان أن يقولون أنهم لن يعني يعيدوا تأهيله وأنهم ضده، ولكن يسمحون لحكام المنطقة بزيارته. هؤلاء الحكام حقيقة الأمر هم يعني لا يتصرفون من جراء يعني أنفسهم، إنما بأوامر. المطلوب إعادة تأهيل النظام من أجل الاستمرار في لعبة تدمير وتفتيت سوريا. هذه اللعبة لا يمكن أن تتم إلا باستمرار نظام يعني متهالك ضعيف، وتحتل أرضه من قبل أكثر من 5 احتلالات، وشعب جائع وفقير، ويمارس عليه الظلم والاستبداد. عندها تنتهي هذه الأمور إلى تفتيت سوريا. التفتيت لن يكون على طريقة سايكس بيكو، إنما بإرادة شعبية، عندما تنضج هذه الإرادة الشعبية بواسطة الظلم والجوع والفقر والاستبداد. لابد أن تتقسم سوريا، والنظام ضروري للوصول إلى هذه المرحلة. أستاذ زياد، إذا كانت الجامعة، جامعة الدول العربية، تريد عودة النظام ليشغل مقعده داخل الجامعة، ولكن هل ترى أن هناك رغبة دولية لإعادة تدوير الأسد من جديد؟ أكيد أكيد الرغبة الدولية موجودة. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ودعاة حقوق الإنسان الذين يسيطرون على العالم إنهاء مأساة السوريين ويعني معاقبة الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه لفعلت ذلك في يوم وليلة، ولكن لا تريد. هي تصدر قوانين عقوبات ضده، ولكنهم لا يريدون يعني معاقبته وإنهاءه. ولذلك لا هنالك رغبة دولية، والرغبة الدولية واضحة في إعادة
تأهيل النظام للسبب الذي ذكرته قبل قليل. أستاذ زياد، إذا كان الهدف من زيارة الوفد العربي هو من أجل إعادة سوريا إلى الحضن العربي، ولكن هل تعتقد أن بشار الأسد يعني سيترك إيران ويعود إلى الحاضنة العربية؟ تعتقد ذلك؟ هم يتوهمون. علاقة الأسد بإيران علاقة مصيرية، ليست من عهد الوريث بشار الأسد، إنما من عهد أبوه حافظ أسد. وكلنا يعلم أثناء الحرب العراقية الإيرانية، هذا الذي كان يدعي أنه قومي وأنه يدعو إلى الوحدة العربية كان يسمح للطائرات الإيرانية بأن تقصف المدن العراقية وتحط في مطارات دير الزور القريبة من الحدود العراقية. هذا وهم لا يمكن أن ينفك عرى التلاحم بين النظام الأسدي والنظام الإيراني، وخاصة هذا 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 التلاحم زاد كثيرا بعد الثورة السورية ومساندة نظام إيران لبشار الأسد وقمعه للشعب السوري. هناك من يتحدث عن حلول عربية أستاذ زياد، يكون النظام طرفا في صياغتها، ولكن تعتقد أن هذه الخطوة مقبولة لدى الشعب السوري؟ نحن كشعب سوري لا يمكن أن نقبل بأي حل يعيد النظام إلى مكانته. القرار 2254 واضح، ولو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن تطبيق هذا القرار فأنه سيؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي. نحن لن نقبل أي حل يعود النظام إلى مكانته، يعيد النظام إلى مكانته، وكل ما عدا ذلك فهو مرفوض. ولكن للأسف الظروف لا يعني لم تساعدنا، ولم نحقق حلمنا في إقصاء الأسد، وهذا يعني سيطول الحديث عنه، لأن كل دول العالم تكالبت معه ضد ثورتنا، ولكن لابد لنا أن ننتصر في النهاية، لأننا يعني خطينا خطى واثقة وتعثرت هذه الخطى، ولكننا سنعود بإذن الله. ولكن بالنسبة للمعارضة السورية، يعني في ظل الرفض الشعبي والممثلين من المعارضة، هناك رفض لإعادة تدوير النظام أو بشار الأسد من جديد، ولكن هل ترى لدى المعارضة ربما تكون هناك حلول بديلة؟ للأسف عزيزي، وهنا يعني أتكلم بشكل واضح وصريح، للأسف لا، المعارضة ليست لها يعني قيادة واضحة، والقيادة التي مثلت الثورة هي نصبت من الدول الإقليمية ومن الدول الكبرى، وبالتالي هي لا تمثل وجهة النظر الثورية السورية. ونفتقد الآن نحن كمعارضة إلى رموز للثورة وتقود هذه الثورة نحو السلامة وتحقيق النصر، ولكن يعني للأسف أقول وقلبي يعتصر ألما أننا لا نملك حلولا، ولكننا نملك إصرارا على الاستمرار في هذا الدرب إلى النهاية. عبر سكاي من لندن، الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد، شكرا جزيلا لكم.